الحمد لله في الحرم كل يوم. من كم سنة بالضبط؟ تقريبا توصل 60 سنة ولا أكثر؟ لا يا شيخ أشكل أكثر أشكل. أقول لك على مدة عبد العزيز وأنا أشتغل هنا بريال من ذيك الأيام وأنت كل يوم في الحرم ما قد غبت ولا يوم ولا غبت. ألا كاني مريض. إن كاني مريض أبعد في بيتي ما أروح مستشفى. ما أروح مستشفى أبدا أبعد في بيتي لين الله يشفيني. الزمان القصة اللي جاتني قصة عجيبة. أعطينا قصة عجيبة حصلت لك في الحرم. أنا هذا السنة زقني واحد عند باب الكعبة. نعم. وأنا حالتي تعبانة يعني فرق ما شوف. كنت مريض. ما لا ما آه ما تشوف. زقني وطحت على جنبي هذا وانشقت الورك. لا إله إلا الله. لما انشقت الورك قديش ما كفي في يدي ولا ما قدها خلاص غير شال وطرح شالوني للحجر وما قصر والعسكر جزاهم الله خير شالوني وصليت الفرض وانا قاعد ودوني البيت من البيت ودوني المستشفى عيالي ولا اني ما ادري عن نفسي ولا رمضان مقبل باقي 3 أيام قلت يا عيالي مقبل رمضان والمستشفى يرمون هذه المخدرات ديك وش اسمها مغذيات مغذيات ولا قال لا أصوم الحين تفطر بعدين تفطر قال طيب بس غلق برنامج وروح شيل أوراقه قال إيش قال هارب قلت هاربين مرة أنا ميقن بالله إن الله يشفيني وشالوني وشالوني وريد العلم تكينا ليه رجعني البيت يوم رجعني البيت وأنا أخذ أمان الله في بقى. تمنيت إني بس أقعد 13 سنة ما أقدرش بعدين إن الحمد لله صبرت ليوم 21 في رمضان لو صلي الفرض الجمعة وقاعد سبحت وجاتني نعسة كذا وأنا متكي كذا نعسة وجاني واحد قلت حياك الله يا أبو فلان قال أنا ماني أبو فلان عليه التوبة عمار ما شفت من الحمشي وجاء ولصق على جنبي هنا على يساري هذا يشهد الله ولقى وجهه زي ما نلقى أنا لقعدت ما قلت إلا مستقبل أجل وجاء ودخل واحد وأنا ناظر بس الكلمتين ويوم مني صحي قلت يا رب أيقن قلبي إنه ملك قلت يا رب يا جابع العظمة كثير أجبر لي عظمة وبشركم من ما بين صلاة العصر والظهر وأنزل الناس يتصلون الله أكبر خليك مع الله يا عبد الله ينجيك الله من كل ذنب وينجيك الله من كل ذنب وينجيك الله ولا دعيت يستجب لك ولا انتخيت يعينك ولا طلبت يعطيك ما هو بخيل يده مبذولة بالعدى بالعطاء أنا الليل وأنا النهار الله أكبر يا أخي تفكر يا أخي اللي سمع الله سبحانه وتعالى سمع دعاء ذنون في بطن الحوت واستجاب له وانجاه وتفكر فأيوب اللي مسها المرض لين حتى الدود مشى على شفته قال ربي إنما السن الضر وانت ارحم الراحمين ما قال ربي اعطني عمارة ولا عمارتين أشفاه الله الله أكبر وهذاك انجاه الله دعوه وأمير وهو أقرب إليهم من كل شيء تفكر يا عبد الله في أمور كثيرة تفكر أخواني أيها الأخوان تفكروا كيف الله جمل الأرض بجبالها وبوديتها وبنهارها